انا كنت بسجل الفيديو. يلا يا اصحابي عشان نشوف اللعبه. بوكا بوكا. نشوف اي شخص نختار. هيكون انت يا ابو الرأس. ماشي، هنختار الجزر ونختار البصل و لا مش الجوافي، ونختار الطماطم والخيار، ونختار العيش، ونجيب السمك. بدل انت مش بتحب السمك، بتحب الحاجات. ايه ده؟ بيعمل كده ليه؟ كده عشان هو كان بيحب الاكل ده. اما نشوف الفرخة دي، فرخة الدجاج. بدل انت متعيش كده تتحط في المب يتشوى. يتشوى بابا، يتحط قليل من الملح عليه. لازم يتحط كده، لازم تحط عليها شوية من الملح، شوية من الملح. طب اعمل السمك كمان عشان كده. اللحم اللي حلو في الطبق. يلا سامع، حطله نقالك الحر، نقالك الحر عشان يشرب الحر، عشان يحرق بقه، عشان مارش بيحب السمك، عشان انت اللي بتحب السمك، عشان ابي بيحب السمك. احسن احسن عشان يحرق. طب اديها له ياكل. لا حط له كاتشب. كتير من كاتشب، حط له عليه كتير. بص هذا حط له كتير. طب حط له حار، حط له حار. لا لازم يكون ملو كاتشب اكتر. انا حاطط الكاتشب مع نقالة الحار. ايه رايك في ده؟ ده اللي هياكلها بقى كده؟ ده يبقى حار. حطها ياكل. ده يقوم ايه؟ حطها ياكل. ده لا، السمك مش بتاعتي، لازم يكون اي حاجة للأكل. ماشي يلا بينا عشان نعمل عصير. تعمل عصير سمك ولا ايه؟ سمك مو سمك، ده عصير ده بالخضروات. نشوف هو يحب العصير ولا لا. مش حلو. خمسة وزر كبير. بس ان عصير ايه؟ عصير بيتي. انا حطيت العصير بالبطاطس والخضار والطماطم والبصل والبطيخ. البطيخ والقصر. ماشي يلا نعمل خضروات العصير. خضروات لذيذة ترجع هي. خضروات. بص عملت فواكه، هنشوف هو يحبه ولا لا.
شوف شوف بيعملوا عصير بالبطيخ والفواكه. ودي ودي بالفواكه، عملوا عصير بالفواكه. مفيش فواكه؟ لا مفيش فواكه، هيبقى فيه شوية. حاولت العصير برتقالي، هنشوف برضو. اديني السمك الكل، اديني السمك الكل. ايه دور مش مش السمك الكل. نعم ايه مشان. Huh?